كثير من الأمهات بيسألوني إمتى بده يرضعوا البيبي، هل لازم نرضعه كل ساعتين؟ فلازم أقول لهم أنا إنه الرضاعة هي on demand، عند الطلب. لما يجوع البيبي هو بيعمل لك حركات، وهالحركات بنسميها hunger sign أو علامات الجوع، وهي كالتالي: أول حركة بحرك إيديه، تاني حركة بحرك راسه بفتش عليك بيسمع صوتك، ثالث حركة بيعلي أنفه ليشم ريحتك، رابع حركة بيطلع لسانه لبرا، خامس حركة بحرك لسانه على الشفايف، وآخر حركة بصير يمص إيده. لما يعمل هالحركات الست فهو عم بيقلك: يا ماما أنا جوعان. لما تخلص هالحركات لازم تحملي وترضعي وتبر، أو بأي وقت، إن كان كل ساعتين كل ثلاث ساعات، ما في وقت محدد. فلازم تعرف إنه عند الجوع هو البيبي بيطلب منك، مش أنت بتحدديله.